بطني 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 آخ آخ. عيسى سنوات حبيبي مالك؟ آه بطني خلاص مو قادر مو قادر لازم أروح دكتور. يا أخ معقولة تمشي دكتور وأنا قاعد دواك عندي؟ هه؟ ثلاث شربات من دي كل يوم حتبقى زي الحصان. يا أخ إيش مينون هذا بول؟ هاي بول لكن ده بول جاموستنا سوزي. لا 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 شو؟ لا 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 تعالي يا حبيبي. لا شرب بول البعير والبقر عزكم الله ظاهرة منتشرة بأغلب دول العالم، لكنها صارت موضوع السخرية بالوقت الحالي مقتصر على العرب جماعة بول البعير. زين السؤال، ليش بعض الناس يشربون بول البعير؟ وهل هو شيء مرتبط بس بالعرب؟ التداوي والعلاج باستخدام البول سواء بول الجمل أو الإنسان أو الأبقار والخيول كان منتشر من آلاف السنين ومعروف عند أغلب الأمم السابقة الصينيين، الأوروبيين والهنود لعلاج أمراض المعدة، الكلى والأمعاء والتجميل وصحة البشرة وتقوية الشعر. ولين اليوم منتشرة ظاهرة شرب بول البقر بشكل كبير عند الهندوس ومعظم القبائل بأفريقيا مثل قبائل المنداري بجنوب السودان. إنزين، شنو علاقة الإسلام والعرب بشرب بول البعير؟ بحديث نبوي شريف مشهور باسم حديث العرنيين، ناس من قبيلة عرينة يو على الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام واشتكوا من أوجاع وأمراض، فنصحهم بشرب ألبان وأبوال الإبل وفعلاً طابوا وصاروا زينين. والحديث صحيح مذكور عند معظم الرواة ثقة مثل مسلم، البخاري والترمذي، بس في شيء لازم تنتبه عليه بحديث الرسول وهو قوله إن شئتم أن تخرجوا لإبل الصدقة فتشربوا من أبوالها وألبانها. فالرسول راعى وتفهم فكرة أن ممكن هذول الناس ينفرون من فكرة شرب بول البعير. إنزين، هذا الشيء صار من سنوات بعيدة، بس يا ترى شنو رأي العلم اليوم بموضوع شرب بول البعير؟ انقسم العلماء بين مؤيد للفكرة وقالوا بعد دراسات وبحوث طويلة على مكونات بول البعير بأن فعلاً مفيد جداً لعلاج وايد أمراض خطيرة مثل فيروس الكبد سي وأمراض السكري وحتى أمراض السرطان بسبب احتوائه على كميات كبيرة لأجسام مضادة مستخلصة من كائن يمتلك أقوى جهاز مناعي على وجه الأرض وقادر على مواجهة أقوى الفيروسات والطفيليات والبكتيريا. وعلى فكرة حتى ابن سينا بكتابه القانون في الطب واللي يعتبر أهم مرجع طبي لين اليوم بمعظم جامعات العالم نصح بشرب بول البعير لعلاج بعض الأمراض. بس على الطرف الثاني في علماء قالوا بأن التداوي ببول البعير كان ممكن يكون مفيد بوقت سابق لأن تركيبة الجهاز المناعي للإنسان كانت مختلفة عن اليوم ولأن غذاء الإبل كان طبيعي 100% من نباتات صحراوية مفيدة. بس اليوم مع التلوث اللي صاير واللي وصل لكل جزء من حياتنا وحياة الكائنات اللي حولنا ممكن يتسبب شرب بول الإبل بفشل كلوي وجلطات دموية وحتى أضرار بالدماغ. أما أغرب مفاجأة بحلقة اليوم فهو دواء معروف لشركة فايزر الأمريكية اسمه بريمرين تستخدمه ملايين النساء حول العالم لعلاج مشاكل سن اليأس مستخلص من بول الفرس أنثى الحصان الحامل ويؤخذ على شكل حبوب وشراب وكريم وحقن. تخيلوا ويقولون عنا احنا ان جماعة بول البعير. في شيء علميا اثبت انه البول علاج لكن انت مو من حقك تزعم انه ما يعالج وما سبق طبعا كله تمهيد عشان تقول زي ما رفضنا الابحاث حقت المسلمين احنا كمان نرفض ابحاث الغرب اللي تثبت ضرر بول البعير. وبس شاركونا تعليقاتكم وهل برايكم بول البعير مفيد ولا ضار ونشوفكم. عيسى شنو تفضل بول. لا لا شنو شنو البول البعير مصدقك انت؟ والله عيسى ده غريب يخاف من بولات سوزي لا غاليه وبس.